عليه. أيضا عندنا خبر آخر مشاهدين، حيث نشرت هيئة الاتصالات دراسة مسحية شاملة لسوق منصات المحتوى الرقمي في المملكة لعام 2022، ووضحت فيها أن 99.9% من الأفراد في المملكة يشاهدون مقاطع الفيديو القصيرة، وأيضا بلغت نسبة الأشخاص والذين يشاهدون الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت 78.8%. أنا واحد من أفراد المسح بصراحة. أنا واحد من أفراد المسح هذه. بنعرف إنه تويتر من لما دخل علينا صرنا نحاول نختصر الكلام، يعني توصلي الفكرة بأقل عدد ممكن من الكلمات ومن الجمل. تعودنا على السرعة، تعودنا على إنه مثلا أنا حرة في وقتي، متى أشوف الفيلم، مو لازم أكون أنا مرتبطة مثلا بموعد مسلسل معين أو برنامج معين أو اللي يكون. فأتوقع إنه الكل صار العالم الافتراضي أو الجوال أو الإنترنت جزء لا يتجزأ من حياته الأساسية. صحيح. وأصبح الواحد ما يبغى يتفرج على شيء طويل، يعني لو لاحظتوا كمان حتى المسلسلات صارت أقصر، مدتها أقصر، عدد حلقاتها أقصر، يعني صرنا ما نتحمل فيديو أكثر من 30 ثانية إنه يتكلم عن كل شيء، أبغى يتكلم عن كل مختصر مفيد، أديني كل شيء في 30 ثانية وإلا حأذهب للي بعده يعني. فهذا شيء جميل إنه إحنا مواكبين لكل شيء دائما وفي، ونحب نشوف الثقافات الأخرى والعالم الآخر وكيف عايشين الناس، وعندنا اطلاع كبير جدا جدا من خلال هذه الفيديوهات طبعا ومن خلال هذه المنصات.